تدرون شنو يصير عندنا بالكويت إذا لقوا طفل ملقي مجهول الأبوين؟ تستنفذ ثلاث وزارات بالكويت: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون إدارة الحضانة العائلية اللي أنا موجود فيها الحين. وزارة الداخلية ما راح تخلي جهد أبدا لغاية ما تعرف السبب وتلقي القبض على من ألقى هذا الطفل. وزارة الصحة تأخذ الطفل وتفحصه وتتأكد وتتأكد أنه يكون في المكان السليم والحضانة الصحية المناسبة، وتتأكد أنه حتى ما فيه أي عدوى أو أي أمراض في هذا الطفل. بعدها تقوم الصحة تبلغ وزارة الشؤون إدارة الحضانة العائلية هذه اللي مسوية خوش بروتوكول خصوصا بالسنوات الأخيرة. الهدف منه صهر هذول الأطفال في المجتمع، وإن هذا الحل الأنسب لهم، بحيث أنه إذا ما عثروا على أبوينا وفعلا أصبح رسمي مجهول الأبوين، مباشرة يجي إلى يجيبون الطفل إلى هذه الإدارة وما يقعد هني أكثر من 12 ساعة. ليش؟ لأن في قائمة انتظار من أشخاص الله يجزاهم خير مقدمين احتضان، ودهم يحتضنون الأطفال. قائمة الاحتضان هني عشان تحتضن طفل تنطر 3 سنوات. حتى قائمة الانتظار مو سهلة، عشان يدخلون اسم العائلة من ضمن قائمة الانتظار يدخل لجنة ويدخل اختبار، يتأكدون انه مو داخل على طمع وانه فعلا قادر على احتضان هذا الطفل، وانه في اولويات، بمعنى ان الاسرة اللي ما يقدرون ينجبون او الاسرة العقيمة يكون لها الأولوية، الامرأة كبيرة بالسن اللي ما عندها عيال سواء كانت متزوجة ولا لا لها كذلك الأولوية. وفي حال وصول الطفل من وزارة الصحة إلى الشؤون يتم التواصل مع اللي عليه الدور أو الأنسب. شلون؟ بعض الأطفال بشرتهم مثلا لونها معين يتصلون على أسرة متقاربة. الاحتضان يتم مع العلم أن في شروط وضوابط، وزارة الشؤون تشترط على الأسرة أنها تحسن طبعا التعامل، تحسن أن يكون دراسته دراسة جيدة جدا، كذلك تشرط وزارة الصحة على الأسرة أن يتم إبلاغ الطفل بأنه فعلا مجهول الأبوين، ويتم إبلاغه بطريقة علمية وتدريجية، بمعنى أنه من عمر 6 سنوات يبدأ شوي شوي يتم إبلاغ عشان ما يتفاجأ وتكون عنده صدمة. وعندنا الحمد لله قانون إنساني في دولة الكويت أن يتم صهر هذولي في المجتمع من خلال إعطائهم وثائق رسمية، جواز، جنسية، جميع الوثائق، ويتم منحه اسم رباعي ويتم صهره في المجتمع. هذا اللي أنا قلت لكم عنه كله هو في حالة أنه فعلا تم التأكد أنه رسميا مجهول الأبوين وتم احتضانه وتم صهره في المجتمع من خلال أنه تجي أسرة وتحتضنه ويكونون هم مسؤولين عنه بمتابعة، يكونني في ضابط اتصال أو مشرف يتابع حالته مع الأسرة بشكل دوري ومستمر ما يقطع عنهم أبدا. كذلك يتم صرف مخصصات مالية للطفل أو للطفل مجهول الأبوين على نظامين: نظام أنه بطاقة بنك تكون معاه ويتم الصرف عليه، زائد عمل صندوق له هني في وزارة الشؤون يتم استقطاع مبلغ بسيط شهري منذ يوم احتضانه لغاية ما يحتاجه، يبي يتزوج، يبي يأثث بالمستقبل، حتى لو عمره كبير ممكن ياخذ من هذا المبلغ لفائدته ولمصلحته. بالسنابات اللي طافت اختصرت لكم جولة طويلة ترى أخذوني فيها وزارة الشؤون الله يجزاهم خير، ولكن علمتكم فئة اللي يتم احتضانهم في المجتمع ويتم صهرهم في المجتمع، هذه الخطة الأساسية هني في إدارة حضانة العائلة بوزارة الشؤون. لكن أحيانا تحصل بعض المشاكل، بمعنى أن هذولي في حالة كان مجهول الأبوين وتحققوا أنه فعلا مجهول الأبوين، لكن في أحيان ثانية يكون مجهول الأب ولأم كويتية للأسف الشديد مو صالحة أن تحتضن ولدها، فهني يجي دور وزارة الشؤون بأنها تأخذ هذول الأطفال وتحتضنهم في أماكن وفي دور جميلة جدا مثل دار الأطفال اللي أنا موجود فيها. أو قد يكون سيناريو ثاني، مثلا طفل تم احتضانه من عائلة وبعد فترة معينة صار في خلاف أو يعني رجعوا لوزارة الشؤون، يتم احتضانهم في هذه الأماكن. عندهم أكثر من مكان، مكان لفئة الأطفال، مكان لفئة خلينا نقول سن المراهقة أو خلينا نقول الآخر متوسط الثانوية بداية الجامعة، كذلك في دور أكبر أو أماكن لفئة الكبار حيل بالعمر، أو حتى وزارة الشؤون ما تخليهم حتى لو كبر، يعني حتى لو كبروا ما تخليهم لغاية ما يسكنون أو يبون يتزوجون تزوجهم،
واحيانا تسعى بانها تزوجهم من بعض لان تكون عارفه تقريبا كل الاطفال. اليوم في عندنا بالمجتمع اكثر من 650 حاله من صهره بالمجتمع، اصغرهم عمره يمكن 4 شهور واكبرهم عمره قريب 70 سنة موجودين في المجتمع ومنصهرين ولا نحس فيهم ابدا، اكثر من 650. ومثل ما قلت لكم احتضان الاطفال، الاطفال فئه الاطفال في هذا المكان اداره الحضانه العائليه دار الاطفال، المكان هذا يتم احتضان الاطفال فيه على شكل بيوت، مسوين بيوت فعلا بيوت حقيقيه، غرف نوم وصاله. شوف هذا المكان، هذا الممر فيه تقريبا 6 بيوت، 3 يمين 3 يسار، وكل بيت فيه غرف نوم، فيه صاله، فيه غرفه طعام او طاوله طعام، فيه ام بديله. ركزوا على هذا الفكره الجميله، ام بديله بمعنى الكلمه، ام دوامها عندهم 5 أيام متواصل، وتطلع لأهلها إجازة 2 يوم بس، 5 أيام تدرس، توكل، تروح معاهم، توصلهم إلى المدرسة أو الحضانة مهما كان عمرهم يعني، تهتم في ملابسهم. مشروع جميل ورائع. مشروع الأم البديلة يعتبر مشروع رائد على مستوى الدول العربية، ودائما كل الدول وكل الدول الصديقة لما تجي الكويت أول شيء يطلبون يشوفونه وزارة الشؤون هو مشروع الأمهات البديلة. الأم البديلة، الأم البديلة هو يحاكي واقع الأم الطبيعية داخل الأسر الطبيعية، فخلقنا هذا المشروع لأن احنا اكتشفنا عندنا عدد من الأطفال لما يوصلون عندنا بالدار عنده مشاكل ثقوتية أو عنده بعض الإشكالية، إشكالات القانونية اللي ما تسمح لنا يتم مباشرة احتضانه وسهرة في المجتمع. أي ولا يقدر يروح. أي فحنا خلقنا خطين متوازيين في هذا الموضوع. أول شغلة هو مشروع الأم البديلة. مشروع الأم البديلة إن نفس ما قلت لك يحاكي الواقع اللي قاعد يصير في الأسرة الطبيعية لكن بدار الأطفال وأشبه بالبيت. أي فحطينا بيوت مخصصة لهم يحاكي الواقع الطبيعي، كل بيت فيه 4 غرف مع خدماتها الكاملة مع مستلزمات الحياة الكريمة. يحس فعلا الطفل انه في بيت طبيعي مع امه. مع امه، والام هذه موجودة، المشروع هذا موجود الام على مدار الساعة 5 أيام كاملة بالاسبوع، الاصل 7 أيام تكون متواجدة. تدرسهم، تلبسهم، توكلهم. كل شيء، نفس ما تقوم الام الطبيعية داخل الاسرة. كمسمى ام بديل لك انت. أم بمعنى الكلمة. الله يأجرك، الله يأجرك. إحنا 5 أيام نقعدها بالدار. ما شاء الله. 5 أيام متواصلة، يعني ندخل من السبت ما نطلع. قاعد أشوف إيه ما شاء الله. للخميس نروح بيوتنا. ما شاء الله. نرجع مرة ثانية السبت، ما عدا إن في كل واحدة من الأمهات تمسك مناوبة. إيه بالأيام هذه. نطلع السبت اللي بعده. فاهمك. عسكرية. ما شاء الله، لا ربي أجرك، أنت صراحة أجركم عند رب العالمين عظيم، إيه والله العظيم، والله فعلاً أنتم قاعد تقومون بدور عظيم، يعني دوركم معاهم 24 ساعة، مأكلهم، مشربهم، ملبسهم. أكلهم، شربهم. طلعة للجمعية، تمشلون وكذي، طبيعي ها؟ كامل. يا ربي. أحنا نمشلهم شنو يبون، شنو ما يبون. الطبيب اذا احلها قالها الله يعني ترقد المستشفى وياهم تروحين مع الام معاهم كل مثل عيال نفس بالضبط. الطريقه نفس الطريقه لو توصلهم مدرسه تجيبونهم امتحانات فتره امتحانات يا ربي يا جرك اعوذ بالله لا تقول استنفار يكون عندنا ربي يا يعني. يعني صراحه انا طلبت شهايدهم ما ودي اظهر لكم لا اسم الطلبه ولا اسم المدرسه حتى لكن شوفوا مستواهم وشوفوا فكره الام البديله شلون ناجحه ام تكون عندهم على طول تدرسهم تحرص عليهم وما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا نسب الاطفال هذول الخط الثاني لان ما استنى الاحتضان ولا قدر يروح احتضان خلقنا له مشروع الام البديله اطلقنا مشروع الاسر الصديقه اسر صديقه مشروع الاسر الصديقه نفس مواصفات وشروط اللي طلبناها على الاسره الحاضنه لكن بطريقه مختلفه بمعنى قصدك تتاكد انهم فعلا كفاءه وفعلا يستحقون نعم. شنو معنى اسره صديقه يعني مثلا وطفل يكون هني مقيم اي نعم بعض الاسر عندها او بعض الحالات تقول انا بحتضن طفل بس انا شوي متخوفه فخليني اجرب نفسي اني كاسره صديقه يعني اخذه بالاسبوع يومين في الويكند مثلا في الويكند تبي تشوف وضعها لان في بعضهم يخاف من سالفه الاحتضان المباشر لان تعرف الطفل يكون مسؤوليتك فتبدا بعض القلق بعد بعض الامور اللي يخافون منها الاسر لان تعرف تجربه جديده فاغلب الاسر الصديقه اللي تم اخذ الاطفال لما يكتمل الاركان القانونيه ويصير له ثبوتيات اصلا يحتضنون احتضان كامل يا سلام فهم قصدك في فتره ياخذونه بالويكندات مثلا نعم ثم لا يعني اذا اكتملت الاوراق القانونيه يحتضنون احتضان كامل ما شاء الله تبارك الله هذه بس مكتبتهم هني يعني مثل بالمسرح بسيط يقعدون هني حلو هذه الكتب هذا كله اتجاه يعني واحده من البرامج الاسبوعيه انه من بيوتهم يجون هني وتصير ايضا نظام مكافاه في بعضهم يعني
نكاح بجيب المكتبة. إيه فهمتك. نفس الطريقة السينما. نفس الطريقة السينما. ما شاء الله. هذه فعلا فعلا مثل ما تقول مسرح أو حتى سينما. سينما. ما شاء الله. جيبوا العيال هني بين فترة وفترة. حلو وجودها وسط الدار وسط بين البيوت. اللي شفناهم ساعة الآن في البيوت البديلة والأمهات البديلة هذولي ليش ما يروحون مع المجتمع؟ ليش ما يروحون مع الأطفال؟ اللي شفناهم دول داخل دار الأطفال أغلبهم عندهم مشاكل قانونية ولا زالت قضاياهم منظورة في القضاء. والبعض منهم لازلنا إحنا نشتغل مع وزارة الخارجية على سفارات بلدانهم ونحاول نجد لهم يعني أهاليهم ونحاول يتم ترحيلهم وحل قضاياهم العالقة من سنوات الأمان. إحنا نقبل حالتين، إما أن يكون مجهول ويكون معاه مستند وزارة الداخلية يفيدنا هذا الطفل مجهول لأبوين، هذا مباشرة يتم احتضانه عند الأسر. الحالة الثانية نقبلها أنه يكون مجهول الأب معلوم الأم كويتية الجنسية، بمعنى امرأة حملت خارج مؤسسة الزواج وهذا الطفل نتيجة حمل غير شرعي، فبالتالي الأم تقدم تنازل هذا الطفل وتأخذ مثلا إجراءاتها القانونية ويتم مباشرة إيداع الطفل عندنا. أول ما يتم إيداعه في أقل من ساعتين، أنا ما بقول أقل من ساعتين، لكن لأن في قائمة انتظار، قائمة انتظار الكل عنده خبر في طفل راح يوصل عندنا. فاللي واصل الدور قبلها بأسبوع انبلغت ترى عندنا طفل في المستشفى وراح يتم تحويله، بس لما يكتمل الشكل القانوني لهذا الطفل. في حال الأم الكويتية تنازلت لأن هذا الطفل خارج مؤسسة الزواج، يتم مباشرة احتضان عند الأسر. حلو، والأم يتم معاقبتها، لها خط ثاني. لها خط قانوني، احنا ما نتدخل في حلو الدور. زين، بس لك غير دار الأطفال اللي مساع زرناها، في الكبار بالعمر سواء فئة البنات والأولاد. صحيح، علمني فئاتهم مثلا اللي أكبر من الحين. الحين الأطفال لغاية عمر كم؟ الأطفال لغاية عمر تقريبا 12-13 سنة. ما بعدها؟ ما بعدها يبدأ عاد توزيعهم وفق الفئة العمرية. عندنا الفتيان وعندنا الفتيات. عندنا دور الفتيان تبدأ من أول شيء الفتيات، دار الفتيات، بعدين ضيافة الفتيات إلى سن 21، بعدين يتم انتقالها إلى سن أكبر. والأبناء نفس الطريقة، كل مرحلة لهم مكان مختلف، لهم مكان مختلف ولهم وضع مختلف ولهم مشرف مختلف. لكن الهدف الأساسي ودكم أن كل الأطفال يتم صهرهم بالمجتمع. وهذا الهدف السام، هذا الأساس، وهذا العلاج اللي يعني الجذري. وحنا أساسا قصة نجاح الإدارة وعملنا في الفترة 7 سنوات الأخيرة، ما عندنا أي طفل راح للدور الثانية. أيه، إن مباشرة يتم احتضانه أو مباشرة حل تسوية موضوعه القانوني والحاقة بذوي، لأن إحنا في النهاية سواء داخل الكويت غصب خارج الكويت ذوي، سواء إذا تم العثور على ذوي. نعم، فممكن أكثر من 7 سنوات ما يوجد طفل عندنا راح إلى الدور. يعني هدفنا الأساسي والأول على مستوى الدولة أن هؤلاء الأطفال يكونون لدى أسر حاضنة، والحمد لله عندنا قسم الحضانة العالية، في أخت عزيزة ماسك هذا القسم متميزة، وأيضا طاقم الآن موجود من الأخوات الكويتيات المتميزات يشتغلون على هذه الأسر، المتابعة من شهر إلى سن 21 عام. بمعنى أنهم الأطفال عند أسرهم والقسم هني يتابع. نعم، يتابعهم أول بأول، يتابع نتائجهم الدراسية، حالتهم. هل في أطفال يرجعون من الأسر لهني للشؤون؟ شوف، سؤال مهم جدا. طبعا عدد 654 حالة، يمكن عدد الأبناء اللي رجعوا من الأسر الحاضنة يمكن ما تجاوزون 4 أو 5 حالات. 4-5 حالات، هذا من من من, من 650 ايه؟ طوال الست سبع سنوات الماضية. طبعا رجعوا لسببين، إما يكون في حالة وفاة أحد الأسر. ايه حلو، يعني قصدك الأم الحاضنة توفى والأم مثلا تعبانة سريرية ما عاد تقدر ترعاه، فهذا من ضمن الحالات اللي رجعت. وعندنا بعض الحالات اللي تكون يعني البنت صارت عندها مشكلات أو الولد مشكلات نفسية كبرى وما قدروا العائلة تسيطر عليه أو أنها تحاول تتحلل. ففي بعض الحالات لما يرجع هو عندنا بعد قلت لحد 4 حالات أو 5 حالات يصير عندنا إحنا خلية عمل واستنفار عام لكيفية استقطاب هذا الطفل وإعادة تأهيله من جديد، لأن تعرف هو جاي بنفسية معينة بوضع مختلف. صح، مو سهل. أي العملية أبدا ما هي سهلة، وبالتالي يصير عندنا استنفار عام حتى نجد الأرضية المناسبة والوضع الملائم له. هني عاد يصير خطة المساعدة اللي قلتها، أسر صديقة ممكن يكون ليأخذونه فترة قصيرة متباعدة، وممكن أحد الأسر خلاص ينصهر فيها. والحمد لله يعني قطعنا شوط كبير. ترى بصراحة لو لك كلمة شكر واحدة بس تعطيها منه؟ لا اسمح لي بنتي. الأولى لمنه؟ الأولى، الأولى لجميع الأسر الحاضنة اللي هو مجتمع الكويت الإنسان الكبير. الأمانة لولا الله عز وجل ثم جهود الأسر الحاضنة
ما قدرنا نوصل الى كل هذه القصص. كلام منطقي صح، لولا الاسر لما راحوا 650 الى تخيلوا 650 عندنا صح صح راح تكون تكلفتها